السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. رجعنا لكم فيديو جديد من ضمن سلسلة أشجار والشجيرات الزينة، واليوم حديثنا عن نبات جميل الرائحة وأيضا جميل المنظر، ألا وهو نبات الليلك أو شجيرة الليلك، واحدة من أجمل شجيرات الزينة. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا أنه تحطوا لنا لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس، والأهم من هيك لا ننسى أن ندعي لإخواننا بغزة أن رب العالمين ينصر على القوم الظالمين ويداوي جرحهم ويرحم شهدائهم، وإن شاء الله يكون النصر قريب. واللي حابب يدعمنا ماديا من ناحية تطوير التصوير وأيضا تطوير القناة صار في يدعمنا عن طريق الاشتراك عضو بالقناة. ما رح طول عليكم أكثر من هيك، خلينا نبلش بالفيديو. شجيرة الليلك من أجمل الأشجار التزيينية، تتميز بالأزهار الصغيرة ولكنها متجمعة مع بعضها بهاي النورة الفريدة، تعطيها منظر كتير جميل. وأيضا هاي النورة جاذبة بشكل كبير للنحل والحشرات الملقحة، لهيك بتلاقي على أنه هاي الشجرة دائما في نشاط حشرات ونحل حوالي هاي الشجرة، فهي زهرة رحيقية وأيضا رائحتها عطرية جدا، تجذب النحل بهاي الألوان الزاهية وبالرائحة العطرة. أيضا هاي الشجرة خيار كتير جميل للحدائق، فيك تستخدمها بتنسيق الحدائق كشجرة تزيينية، وأيضا فيك تستخدمها كشجيرة بتتميز بعدة أفرع حواليها، يعني هي فيك تنظمها على شكل شجرة بساق واحدة أو بعدة سيقان تخليها كلا المنظرين بيعطي رونق جميل للحديقة. هاي الشجرة ما ندائمة الخضرة، بتتخلى عن أوراقها بعد فصل الخريف وبتعاود النشاط بفصل الربيع. والعملية الهامة لخدمة هاي الشجرة بتعتبر من أهم العمليات هي عملية التقليم الجيد، لازم نقوم بعملية التقليم الجيد للشجيرة كل سنة مرة واحدة، لأنه إذا ما قمنا بعملية التقليم الجيد الأزهار رح تتركز فوق فقط بالقمم النامية للشجيرة، وأطراف الشجرة والأفرع السفلية ما رح تعطينا أزهار ولا نورات، لهيك التقليم لازم يكون بشكل جيد ونقلم كل الأفرع بسوية واحدة مشان نحافظ على منظر الشجيرة مثل ما انكم شايفين بهاي الصور. وهلأ رح نبدأ بالعناية بهاي الشجيرة. فمن ناحية الشمس أو الأشعة الشمسية، هاي الشجيرة بتحتاج الأشعة الشمسية الكاملة أو ضوء الشمس المباشر بمعدل 6 ل 8 ساعات أشعة شمسية مباشرة. وإذا ما حطينا هاي الشجيرة بمكان بيتعرض لأشعة الشمس المباشرة ما رح تنتج عنا الأزهار، أو رح تنتج لنا أزهار ولكن بجودة زهرية منخفضة جدا، لهيك المكان المناسب لهاي الشجرة هو تحت أشعة الشمس الكاملة سواء بالمزرعة أو بالحديقة. حتى إذا حبينا نزرع بقصيص أو ببرميل على سطح المنزل لازم نختار له مكان بيتعرض لأشعة الشمس المباشرة. من ناحية التربة المناسبة لهاي الشجرة، فهاي الشجرة بتتعود على جميع أنواع الترب سواء كانت تربة رملية أم طينية أم حتى تربة فقيرة، ولكن الشيء المهم على أنه التربة ما تكون تربة حامضية، لأنه هذا النبات بفضل التربة ذات التفاعل القلوي مشان ينمو وأيضا يزيد الأفرع والأزهار. وإذا بدكم تتعلموا الفرق ما بين القلوية والحموضة وكيف فينا نساهم بتحسين التربة القلوية والحمضية، راح أترك لكم هذا الفيديو تحت بصندوق الوصف، فيكم تشوفوه بعد ما ينتهي هذا الفيديو، تكلمت فيه عن طريقة تحسين حموضة التربة والحموضة المناسبة للنبات. من ناحية التسميد، هاي الشجيرة بفترة النشاط اللي هي ما بين الربيع وحتى نهاية الصيف تحتاج للسماد، والسماد لازم يكون متركز فيه عنصري الفوسفور والبوتاسيوم، لهيك فينا نستخدم سماد عالي الفوسفور والبوتاس مقارنة بالنيتروجين، وأيضا فينا نستخدم السماد المتعادل عشرينات اللي تكلمت عنه قبل المرة بهذا الفيديو. إذا بتحبوا تتعلموا أكثر عن طريقة تسميد النباتات المنزلية بسماد NPK المتعادل، راح أترك لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف، فيكم تشوفوه بعد ما ينتهي هذا الفيديو. التسميد لهي الشجيرة بفترة النشاط كل أسبوعين مرة واحدة بهذا السماد، أما بفترة السكون واللي هي وقت بيكون الشجرة ما فيها أوراق فينا نسمد بالسماد البلدي المتخمر بشكل جيد، لأنه بيعطيها للنبتة دفعة كبيرة من العناصر وعلى مدى واسع. وإذا بتحبوا تتعلموا عن تخمير السماد وكيفية إضافة السماد البلدي هذا الفيديو راح أترك لكم كمان رابطه بصندوق الوصف فيكم تشوفوه. من ناحية تحمل هاي الشجيرة لدرجات الحرارة المرتفعة، فهي من أهم الشجيرات اللي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة صيفا، بشرط على أنه نأمن لها الرطوبة والسقاية المناسبة. وبالمناسبة من ناحية السقاية لازم نقوم بعملية السقاية
كل 3 أيام مرة واحدة لهاي الشجيرة، لأن الشجيرة كتير متطلبة للرطوبة، وبدون الرطوبة رح تذبل الأفرع وأيضا الأزهار رح تفقد منظرها الجميل. لهيك لازم نأمن الزخم الرطوبة المناسب والدفعات المناسبة من المياه. ايضا من ناحيه تحمل البروده او درجات حراره الصقيع، تعتبر هاي الشجيره من اهم الشجيرات التزييني المقاومه للبروده والصقيع، لانه مثل ما ذكرنا على ان شجره متساقطه الاوراق، لهيك بفتره السكون وفتره البروده بتكون الشجره عباره عن عيدان في الهواء، لهيك ما راح تتاثر بالصقيع مقارنه بالاشجار دائمه الخضره اللي تتاثر بالصقيع، لانه الصقيع بيضرب الاوراق الخاصه فيها والافرع حديثه النمو. اما اذا كانت الشجره بحاله سكون فالصقيع ما راح يسبب لها الضرر الكبير. وهلا بنجي على الفقره اللي بتحبوها، وهي كيف منكاثر هاي الشجيره. عندنا طريقتين اساسيتين لاكثار هاي الشجيره. الطريقه الاولى هي طريقه الترقيد. فهي الشجيره لانه افرعها متهدله فينا نقوم بعمليه الترقيد الارضي، والترقيد الارضي هو على انه نمرق فرع من افرع هاي الشجيره تحت التراب ونطالعه من الجهه الثانيه، ونقوم بعمليه سقايه هذا الفرع محل ما طمرناه بالتراب. بعد فتره راح يتشكل عندنا جذر خاص بهذا الفرع، ويصير عندنا شجيره مستقله فينا نقطعها بالمقص، ونقوم بعمليه زراعه هذا الغصن بتراب او بكيس خاص فيه، او فينا ننقله على الارض الخاصه فيه، وهيك بنحصل على شجيره جديده من هذا النبات. الطريقه الثانيه وهي الطريقه المعتمده بالمشاتل، والطريقه السريعه للحصول على كثير من الشتول لهذا النبات، وهي طريقه العقل الساقي. فينا ناخذ العقل الطرفيه الخاصه بهاي الشجيره، يعني باطراف او بقمم الفروع. بعد عمليه التقليم بدل ما نكب هاي الافرع، بنقوم بعمليه زراعه هاي العيدان بفلينة الخضار الفارغة، نقوم بعملية وضع التراب والرمل وأيضا السماد المتحلل كخلطة ترابية، وفينا نستخدم رمل مع نشارة خشب مع تراب، ونقوم بعملية زراعة هاي الأقلام. بعد فترة رح تشكل عنا جذور بعد فترة حوالي الشهرين، مثل ما زرعنا العقل للأشجار سابقا. طبعا رح أترك لكم فيديوهات عن طريقة زراعة عقل الأشجار اللي هي نفس طريقة زراعة عقل نبات الليلك تحت بصندوق الوصف، فيكم تتبعوا نفس الطريقة وبتحصلوا على نتائج مثالية. فيكم تشوفوا كل الفيديوهات بصندوق الوصف بعد ما ينتهي هذا الفيديو. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن شجيرة الليلك، شجيرة ذات رائحة عطرية جميلة جدا، بنصحك على انك تقتنيها بحديقتك المنزلية او بمزرعتك. واذا كان عندك سؤال عن هاي الحلقة او الحلقات اللي تناولناها سابقا بهاي السلسلة، فيك تترك لي اياها تحت بالتعليقات. كان معكم اخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة افكار الزراعية. اذكروا الله وصلوا على الرسول، ولا تنسونا من اللايك بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.